كانوا يتشككون من كل شيء حتى من أنفسهم. أباحت هذه الشكوك القتل المتسلسل والتهجير القسري. خلف ذلك مئات وربما أكثر من ذلك من أطفال ونساء لا يجدون أي عائل لهم، وآخرون يعيشون إلى اليوم على أمل أن يجدوا مفقوديهم حتى ولو كانوا محفوفين بكفن الموت. والله يا أحمد سالم يصلي في المغرب جانا واحد وقف سيارات هناي، سيارة مسكر سيارة مفتوح، جي نادي واحد يا محمد يا محمد، طلع لولادي وانطلع لنزل في الصور، نزل داريدة وراه كذكاية وخش وجابه جاب احنا من السيارات ما ندروش عليهم القنيات هذيما شوي. سأل بوه يصلي، جات بنت قالت لي يا بوي راهو خوي احمد عدى مسي عدى، قال لها راجل شوي طلع يجري، طلع يجري ومن طلع يجري سحب عليه مول السياره الزرقاء هذا الكحل ما نعرفش المفتوحات من تالي، سحب عليه الكلاش نوت السياره لوذت هكي لوذت من غادي وطلعت هكي، سحبوا عليه ركبوه عدوا، ركبوا عدوا ونين سحبوا ولادي مضروب في المطار، ما هم ضربوا المطار هم عشيه ونص الساعه 6 مهبط تاع الطيران، نسحب محمد نقول لهم محمد مات، هذا جايين بيرفعوا ابوه محمد مات، نقول لهم محمد مات، فيه بنية جيراننا تسمع فيهم تقول لي يوم يا جداي يا جداي راهم هذا مكنيات يا جداي يا جداي هذا مكنيات، راهو قال له جدي وخالي احمد، قعدت نعيط نجري ونعيط مش عارفه ايش ندير، نجري لهني ما عرفت شنو ندير ما عرفت شنو نعيط وبس نقول كيف، قال لهم كيف هذا محمد مات هذا بصر شنو هو، بعد تالي ما حين صدقنا وقالوا راه مكنيات في ناس شبحتهم وقالوا راه مدى مكنيات شنو اللي بنديره، نعيط نتصل بحمزة هذا اللي اتصل به في طرابلس اقول لي خير شنو فيه شنو فيه، قلت لك مكنيات ولادي، قال له خوتك خوك وبوك، قال له خوك وبوك، قل لي باهي يمي غروا صبري يمي غروا صبري تو نجدوا تو نجدوا،